رجعنا لكم مشاهدينا الكرام. الان اسامه الحربي جالس يرسم. اسامه ايش الطريق اللي جالس ترسم فيها الان؟ هذا الله يحييك يعتبر فن النحت على النحاس المعدني. انا ودي تسولف معي وانت ترسم عشان الوقت ما يروح علينا. طيب الصوره اللي قدامنا هي صوره مفاجاه. طبعا هذا الرسم اللي عندهم بالنحت على النحاس المعدني. النحاس المعدني صحيح. طيب مشاهدينا الكرام، هالموهبه عند اسامه بدت من متى؟ بدت من عام 1417 الهجريه. ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا ما كان نفس الاسلوب بالضبط، كان يعني طرع المايك. للعادي قول. كان عمليه اللي هو طبعا طرق على النحاس المعدن من الخلف. كنا نسوي زي معالم المملكه زي السيفين والنخله والاداليل والاباريك. هذا طبعا من الصغر، طبعا مرحله الابتدائيه. يا سلام. لكن الحمد لله بعد تجاوزي الإعاقة اللهم لك الحمد، طبعا الاحتياجات الخاصه اساسا بعد تجاوزي. نسمع تحيه لاسامه يقول انا من الاحتياجات الخاصه. انت من الناس الموهوبين. الله يسعدك طال عمرك. وجودك هنا اكبر دافع لنا الحين كشباب نستمتع كثير. انا ما اقول انه في ناس ذو احتياجات خاصه، انما اقول ذو قدرات خاصه مبدعين مثلك يا اسامه. احنا سعيدين جدا. انا جالس اشوف الصوره الان بدت ملامحها توضح لي، وشخصيه نعم. غاليه على قلوبنا كثير. صحيح. هذا طبعا لكم الان خلصنا عمليه النحت من الخلف. خلاص الان النحت خلصنا. نعم الان لا ما ابغى نشوفوها، خلينا نفاجئها بعدين ترفعها. ولا جاهز الان؟ خلاص جاهز الان. جاهز الصوره؟ اي نعم. بتوري الناس الان؟ صحيح. طيب الصوره اللي قدامكم الان اللي نحتها اسامه الحربي هي صوره الامير طلال بن عبد العزيز رحمه الله. نسمع تحيه يا شباب. اسامه الله يسعدك، صورتك وابتسامتك احلى من كذا كثير. الله يسعدك طول عمرك. طيب هذيك الكاميرا تشوفنا قبل ما نروح للتقييم، خليها مرفوعه عشان هي تحكي وتشوفها. بسم الله ما شاء الله. والشباب يشوفوها. شباب ايش رايكم يا شباب؟ ايش رايكم يا شباب؟ 10 على 10. خالد العيسى، انا ابغاك تقول لي تقييمك على اسامه كشخص زيه. هو قال لا انا من القدرات الخاصه وانا عارف استعطاه. لا ما في، أسامة بطل وما شاء الله عليه ذيب. فأعطيني تقييمك لأسامة. مبدع ما شاء الله، هو اللي يعمله هذا عمل جبار ما شاء الله، جميل جدا. كثير ما نقدر عليه، احنا ما نقدر على العمل اللي نقوم فيه. يا سلام. الله يسعدك. يعطيك العافية. هذه موهبة من الله سبحانه وتعالى، يوفقك. الله يسعدك. الله يوفقك إن شاء الله. محمد السالم أبو سعد تفضل. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. أكثر من كذا وش نقول؟ يعني مين اللي يقول بعد كذا ما نقدر؟ أنتم ما شاء الله منا وفينا، والشيء اللي تقدمونه الشغل جبار وفاخر من الاخر صدق والله. يعطيك العافيه. شكرا ابو سعد. محمد سالم ابو راوي. ايش نقول؟ ما شاء الله تبارك الله، الله يعطيك العافيه ويزيدك ان شاء الله. ولو بيدي اعطيك المركز الاول يعني. يا سلام. استاهل. اسمعنا تحيه. شكرا. شكرا. على مبال الاخوان يدخلون يساعدوني الكشافه. الشباب ابغى اثنين منكم يساعدوني عشان ننزل غرض السما، ننطلق المتسابقين. بجيكم انا.